السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في المجلس السادس من مجالس التعليق المختصر الموجز على سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد توقفت عند قول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في ذكر الفطرة، قال رحمه الله الاختتان. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب ذكر الفطرة الاختتان. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وهذا الحديث، هذا الحديث إسناده صحيح، والمقصود في قوله الحارث بن مسكين، هذا هو شيخ الإمام النسائي، وفي قوله قرئ الحارث بن مسكين وأنا أسمع، وفيه وقرئ الحارث إلى آخره، وهو الصواب في صيغة تحمل النسائي عنه، عن الحارث بن مسكين شيخه. قالوا: كان يستتر منه في مجلسه لجفاء بينهما، يعني بين النسائي وبين الحارث بن مسكين، بمعنى أن الحارث بن مسكين رحمه الله كان يمنع النسائي من حضور الجلسة، فكان النسائي خلف الباب يحدث، يقول: قرئ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع إلى آخره. وهذه العبارة واللفظ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة وأنا أسمع في سنن النسائي من بين آلاف الأحاديث هي أحاديث معدودة، أحاديث معدودة. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، والمقصود بقوله عن ابن وهب، المقصود بهذا هو عبد الله المصري، والمقصود بقوله يونس، المقصود به يونس بن يزيد الأيلي، والمقصود بابن شهاب هو محمد بن شهاب الزهري الراوي المعروف، وهذا محمد بن شهاب الزهري هو من ضمن الرجال الذين تدور عليهم الأحاديث في الكتب الستة، هو قتادة بن دعامة السدوسي وأبو إسحاق السبيعي وأكثر من واحد تدور عليهم الأسانيد في الكتب الستة. المقصود أن الحديث هذا إسناده صحيح. الحديث يقول: الفطرة، الحديث هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة السلام، أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى بعض الحديث، فطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يبسط رداءه، فبسط رداءه فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرداء، ثم قال: ضم الرداء، أو هذا الذي بسط، ضمه إلى صدرك. يقول: فضممته إلى صدري فما نسيت حديثا قط. ومرة من المرات أتى أبو هريرة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أمه أن أمه سبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها، وقال: يا نبي الله ادعو لها بالإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبا هريرة. فرجع يبشر أمه فإذا بها تغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخل في دين الله، فبكى فرحا رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو يعتبر من أكثر الصحابة حفظا للحديث، وقد جلس لتدريس المسجد النبوي، وهو يحفظ أكثر من 5374 كما قرر ذلك علماء الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس. الفطرة يعني الفطرة بمعنى الخلقة، والمراد هنا السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء والرسل، السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء والرسل، فكأنها أمر جبلي جبل عليها. ما هذه الخمس؟ طبعا هي خمس وأكثر من خمس، لأنه عند مسلم عشر من الفطرة، فعندنا في النسائي هنا قال خمس. ما هي؟ أول شيء قال: الاختتان. الاختتان هو قطع الغرلة، وهي رأس الذكر بالنسبة للذكر، فالرجل يختن وهذا واجب، والمرأة من المستحب والسنة تختن،
وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه من الفطرة، الفطر أول شيء خمس: الاختتان وهو قطع الغرلة، والثاني الاستحداد يعني استعمال الحديدة في حلق العانة، هذا خمس من الفطرة. فهذه الخمس من الفطرة هي سنة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي التي جبل عليها الإنسان. أيضا قص الشارب، جاء في بعض الروايات حلق الشارب أو الأخذ من الشارب، وفي البعض أخذ، وقد اختار كثير القص وحملوا الحلق وغيره عليه. وأيضا قال من سنة الفطرة تقليم الأظفار، وتقليم هو تفعيل من القلم، من القلم وهو القطع، ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الحديث. يعني هناك بعض العلم قال أن الشخص إذا أراد أن يقلم أظافره يبدأ مثلا بالسبابة ثم الوسطى ثم، هذا لم يثبت فيه دليل، وإنما يقلم الشخص أظفاره على أي جهة كانت. أيضا بعض أهل العلم ذهب إلى أن الشخص يقلم أظفاره ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الشخص يقلم أظفاره أو يستعم أو يطبق سنة الفطرة التي جبل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عليها، وهي التي فطرة التي فطر الناس عليها متى ما احتاج إلى هذا. طيب، أيضا من ضمن سنة الفطرة نتف الإبط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نتف ولم يقل حلق، والنتف أفضل من الحلق، قالوا لما هو أفضل طبعا، لكن الذي لا يقدر عليه العلماء يقول يجوز حلق الإبط، لكن النتف قالوا لما قال صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، النتف إذا الشخص يقدر عليه أحسن. لماذا؟ أولا لأنه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن النتف يقلل من الرائحة الكريهة، النتف يقلل من الرائحة الكريهة في الإبط، والنتف يؤخر نبات الشعر، فهو أفضل من الحلق لمن كان قادرا عليه. أيضا نتف الإبط، والإبط المعروف هو باطن المنكب. أيضا من سنة الفطرة أخذ الشارب، وفي نسخة حلق الشارب، وعزاها القارئ أيضا للنسائي حيث قال في شرح مشكاة والنسائي حلق الشارب. وأيضا حلق العانة هو الشعر على الفرج، الشعر النابت على الفرج أو منبته. والحديث الذي بعده وهو الحديث الآخر وهو باب تقليم الأظفار. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. وهذا الحديث إسناده صحيح، والمقصود هنا في السند في قوله حدثنا المعتمر، المقصود بمعتمر بن سليمان، والمقصود بعد المعتمر بعد المعتمر بن سليمان قال سمعت معمرا، المقصود به معمر بن راشد، المقصود به معمر بن راشد. والحديث اسناده صحيح وعند ابن حبان وعند الامام احمد ايضا. باب نتف الإبط. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق الشارب. وهذا الحديث إسناده صحيح، غير أن شيخ المصنف خالف في قوله وحلق الشارب كما سيأتي سفيان هو، والمقصود بسفيان هنا المقصود بقول سفيان المقصود بسفيان بن عيينة، والحديث عند الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابو داود بن ماجه بن حبان وغيرهما. باب حلق العانة. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم السلام قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. وهذا الإسناد صحيح، والمقصود بابن وهب هو عبد الله المصري، وهذا الحديث أيضا في الكبرى في السنة النسائية الكبرى، وفيه قرع الحارث وهو الصواب في رواية النسائي،
وهو والحديث هذا عند أحمد والبخاري بن حبان من طريقين عن حنظلة بن أبي سليمان هذا الإسناد. وهكذا باب قص الشارب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا. والحديث هذا صحيح، هذا إسناد حسن من أجل عبيدة بن حميد، وقد توبع وهو عند الترمذي وابن حبان من طريقين عن عبيدة بن حميد بهذا الإسناد. باب التوقيت في ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى 40 ليلة. الإسناد هذا صحيح، وقتيبة المقصود به قتيبة بن سعيد، والمقصود بأبي عمران الجوني هو أبو عمران الجوني، والمقصود بعبد الملك بن حبيب، وهو عند مسلم الحديث والترمذي عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد وغيرهما. باب إحفاء الشارب وإحفاء اللحى. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والحديث هذا إسناده صحيح، والمقصود بعبيد الله بن سعيد هو عبيد الله بن سعيد اليشكري، والمقصود أبو قدامة السرخسي من سرخس طبعا، ويحيى المقصود به بن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان، وهو أحد علماء الجرح والتعديل وأحد علماء العلل في علل الحديث. والمقصود بعبيد الله بن عمر العمري، ونافع المقصود بمولى بن عمر رضي الله عنه نبيه. والحديث في المسنة في السنة الكبرى وعند أحمد ومسلم وعند البخاري ومسلم وهكذا. أنا سردت هذه الأحاديث لأن كلها متقاربة بعضها مع بعض، تقارب الحديث هذه متقارب بعضها مع بعض. فالحديث الذي سمعتم قبل قليل حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال أن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن الخليفة عمر بن الخطاب، وهو أحد الصحابة الذين كانوا يكثرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة من المرات عبد الله بن عمر هذا رأى في المنام رؤيا، فقص الرؤيا على النبي على حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة هي أخته أم المؤمنين. فذهبت حفصة رضي الله عنها وطلب وقصت القصة الرؤيا التي رآها عبد الله بن عمر أخوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، يعني تفسير الرؤيا هذه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول الراوي يقول فما ترك صلاة الليل حتى لقي الله سبحانه وتعالى، فما ترك صلاة الليل حتى لقي الله سبحانه وتعالى. الحديث حديث ابن عمر يقول ما الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. والحديث الذي بعد سمعتموه يقول من لم يأخذ من شاربه فليس من لم يأخذ شاربه وليس منا، يعني ليس منا، يعني ليس من أهل طريقتنا المقتدين بسنتنا المهتدين بهدينا. ولم يقصد صلى الله عليه وسلم في قوله ليس منا أنه يخرج من الإسلام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لا يعني ذلك الخروج من الإسلام، وإنما المقصود من غشنا فليس منا، أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا، المقصود ليس على طريقتنا وهدينا. لكن هذا سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتشديد، فلا ينبغي الإهمال. طيب، والحديث الذي بعد سمعتموه قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنس بن مالك بن النضر، وهو أحد الصحابة، وهو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. يقول من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نهرني ولا أساء الأدب معي، 10 سنوات خدم صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فأكثر الله مالي حتى كان بستاني يثمر في السنة مرتين، وأكثر الله ولدي حتى دفنت من أحفادي ومن صلبي 120 نفس، وأنا أرجو الجنة، وهي الدعوة الثالثة أن يدخلها الله الجنة.
وهو يعتبر من المعمرين من الصحابة، وقد توفي وقد تجاوز عمره 100 سنة، وهو آخر من توفي من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه وأرضاه. قيل توفي سنة 93 وقيل 92، نسيت أنا الآن. يقول: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم من التوقيت، يعني عين وحدد لنا. مفاد الحديث أن أكثر أن 40 أكثر المدة، وقيل الأولى أن تكون من جمعة إلى جمعة، يعني سنة الفطرة هذه قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط والاستحداد. يقول أنس رضي الله عنه: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نترك ذلك أكثر من 40 يوما. ليس لا يعني ذلك أن الواحد يترك حلق العانة ويترك نتف الإبط إلى أن يتم 40 يوم، لا، يقول ما نتجاوز 40 يوم. طيب متى يستعمل، متى يطبق ويعمل بسنة الفطرة التي هي الحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب؟ متى؟ قال بعضهم من جمعة إلى جمعة، وقال بعضهم يخضع هذا للحاجة، لحاجة الشخص. أهم شيء يكون إنسان نظيف، لأن الإسلام يأمر بالنظافة والنزاهة، ويكون على نظافة تامة. في قوله 40 يوما، قال النووي: معناه لا نترك تركا نتجاوز به 40، لأنه وقت لهم، لأنه وقت لهم الترك 40، وهكذا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إحفاء الشارب، وفي نسخة: إحفاء الشوارب. تحدث العلماء عن هذه المسألة، ما المقصود بحف الشارب؟ هل المقصود بحف الشارب أن أنه حلقه تاما، أو المقصود بحف الشارب حف ما فوق الشفة العليا؟ هذا على خلاف بين العلم. طيب، نعم، أن المطلوب في هذه الأحاديث، قال: المطلوب المبالغة في الإزالة، هو مذهب الجمهور، المطالبة في إزالة يعني الشارب، وهو مذهب الجمهور العلماء. ومذهب مالك أن الشارب لا يحف ولا يحلق، مذهب مالك بن أنس، وإنما يقص حتى يبدو طرف الشفة. والمذاهب الأخرى ويقول والإمام أحمد كان يحفي شاربه وإحفاء شديدا، وكان أبو حنيفة رضي الله رحمه الله كذلك يقول، وهو أصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين يقول: السنة جاءت بحف الشارب أو قصه، حف الشارب أو قصه، لا حلق الشارب. الشيخ في فرق، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: السنة جاءت بحف الشارب أو قص الشارب، لا حلق الشارب، وهكذا. وفي أيضا الحديث اللي سمعتموه بعد أيضا، وهو قوله: وأعفوا اللحى، يعني أن اللحية تعفى ولا يجوز حلق اللحية. وأما تقص اللحية فيما زاد على القبضة، فالصحيح من أقوال العلم أنه لا يجوز أن تقص اللحية فيما زاد على القبضة، وهذا الذي يفتي بعلماء هذه البلاد، بلاد الحرمين. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إذن فالذي يجب أن للشخص يعفي لحيته ولا يقص لحيته، ولا تقص اللحية ولا يقص ما زاد على القبضة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم، هو الذي يفتي به علماء هذه البلاد كالشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من علمائنا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونقف عند قول الإمام النسائي: باب الإبعاد عند إرادة قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد عن الناس، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لئلا يسمع منه صوت أو يوجد منه رائحة عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك، وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.